مع طبعا. عمالقة المستقبل جاهزة الأسامي. الله هي هي الله طبعا, طبعاً. هايدي الأسامي اتفضلي.
على فكرة الأسامي قلما حد رميها صح. بعد إذنكم برضو أنا بحاول أغطي أي حاجات، أخشى أن أنا أكون لونجير ولا حاجة. لا خالص، لو أنا لونجير قولوا لي أنت لونجير. الأسامي في حتة أنت قلتيها هايدي مش أي حد بيقولها، ذكرى الوحيدة اللي قالتها صح، اللي هي في المقام يعني بعد إذنكم أقولها بطريقة. ليه؟ اتفضل. بس هي أستاذ صلاح يعني هي مغرية قوي في الغنى الحقيقة. لا بس في حاجات صعبة ما حدش بياخد باله منها، يعني مثلا تفاصيل كل روح من العمر روح بس روح ركوز روح صح. ده المقام ده أصله صعب حد يفهمه، وبعدين قولوا يا سلام يعني تفاصيل قلما اسمعها من حد. اسم الله حضرتك، اشكرك. ميرسي حضرتك. نرجع نستمر ايضا.